مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت واجد في مدينة الجديدة، تلقي اتصال من عند أمي ربيعة. أمي ربيعة عندها حوالي 63 أو 64 سنة. مشاهدينا الكرام، قصة كتألم بشكل كبير. أمي ربيعة عندها زوج تزوجت به حوالي 43 سنة، تخلى عليها وتزوج وهي ما عارفاش، وفي نفس الوقت باقى مرته وما شافتوش حوالي 14 أو 15 سنة. اللي معايا ولدها اللي هو ولد هنيت والبنت. مشاهدينا الكرام، أمور أخرى غتشوفوها معايا في الحوار. أمي ربيعة، طلبتي منا أنك أنت تروي معنا هذه القصة، هاتي تعاودي لي من الأول، أش كيفاش تزوجتي أنت وياه حتى وقعت هذه الأمور اللي ما شتيش راجلك دابا 14 عام أنت باقى مرته وتزوج بمرأة أخرى. هذا السيد هذا السيد خطبني من دارنا، ماشي زعما تلاقيت معاه شي حاجه، خداني من دارنا 78 خطبني من دارنا، جابني زعما ولدت معاه وليدات، ولدت الولد الاول وعاد ولدت خمسه البنيات، والولد الاخر ليا هو شعيب. ايوا هو كان متزوج ماشي في خباري، كانت خلقت واحد الكسيدة وداك الشيء، جاب هذيك السيدة. ملي جابها جات جلست حدايا، قالت لي عرفتيني انا اختك وشريكتك. بقيت انا تصدمت، بقيت نشوف تصدمت، ما عرفت ما نرد عليها. عاود واخا هكاك هزيتها ديتها للدار، كلينا شربنا بركت معايا وداك الشيء. شويه ما بقى ما ولا كيجيبها بزاف، وليت كنقول ليها انا هاد السيده كتجيبها وداك الشيء، انا ما كنمشيش عندها وهي حتى كتجيبها وتجيب عائلتها وداك الشيء. قال لي هو يقول لي علاش ما قبلتيش بهذا الشيء، الا ما قبلتيش بهذا الشيء غنخرجك نطلقك، وهي تبقى تجي هنا تسكن في الدار البيضاء وتجي هنا، تسكن في الدار البيضاء وتجي هنا. قلت ليه لا، قال ولا كيهددني بالطلاق ولا كيهددني بالخروج، ولا كيقول لي لا ما تجلس، الا بغيتيهاش تجي تخرجي من الدار اللي في العربيه اللي جالسه فيها انا. هو اللي يهددني يقول لي لا تخرجي. ودابا اش غنقول لك، قال لك لا تولي تجي بزز. قلت ليه لا ما تجيش، قلت ليه ما تجيش. الساعه اللي تعانفت معاه قلت ليه لا ما تجيش، ولا 14 عام هذا ما بقاش كيجي، ما بقاش كيعيد ليا، ما بقاش كيعطي لي المصروفات ديالي وديال الدري. ايوا هي هذيك، ما بقاش يعطي لي لا مصروفات لا عياد، العيد الكبير العيد الصغير ما تلاش، ما بقاش يجي للبلاد هو كاع، ما بقاش خلاته. قالت لي باللي ما بقيتش كنمشي تما، هي ما تبقاش تمشي تما، ما تبقاش تفكر تما وتفكر فيها، ولا تفكر تما تسول في مجوجي بناتي المجوجين، ولا هي ما تبقاش تسول. ملي تزوجتي انت وياه دازت عليها شي 32 عام، هي باش عرف هاد السيده 32 عام باش هو تلاقى بهاد السيده. ما تقدرتيش تسوليه، ما سولتيش، قلتي لي علاش تزوجتي؟ لا كنقول ليه انا كتجيني الهضره بين ما راك مزوج، كيقول لي لا كيكذبوا عليك، ديري راسك في هذوك اللي كيبغنا عمروا لك راسك وكيكذبوا عليك، راه ما كاين لا زواج لا والو. كون كنت مزوج كراني ما نجيش للعياد. شويه ملي فهم وجات وداك الشيء، ولا يتحبس على العياد، وما تلاش يجي للبلاد. ما تلاش. قلتي ليه انت دابا مزوج وعرفتي الحقيقه وجابها لك، اش قال لك؟ علاش كيفاش تزوج بها؟ ما قالش لك علاش كيفاش تزوج بها؟ قال لي المهم، قال لي وراني على صدفه وداك الشيء. وقلت ليه بلي صدفه وتلاقيتي بها وداك الشيء وتزوجتي بها، انا قابله بهذا الزواج وليني غدير العدل. قال لي صافي حاجه ما تخصك، قال لي حاجه ما تخصك، انا المهم انا غندير لكم العدل. شويه هي سكنات في الدار البيضاء، كتب لها الدار وكتب لبنتها، هي وبنتها كتب لهم محل ديال البيع والشراء. واش بنتها هي ولا بنته هو؟ هي مجوجه قبل؟ لا مش دابا، بنته هو. وهي كانت مجوجه قبل؟ لا كانت مجوجه قبل، وعندها ولدها، عندها ولدها قد ولدي الكبير الاول ليا، عندها ولدها من راجل اخر، عندها ولدها من ولد راجل اخر. ودابا البنت بنته هو، والد مع بنت وولد. دابا هي دوز لها الدار اللي كتسكن فيها دابا في الدار البيضاء، وبنتها دوز لها المحل هي وياها، والدري اللي قد ولدي هذا
خذا ليه الطوموبيل بعشرة المليون. انا ملي كنقول ليه السي محمد هاد الدري عاوني عليه، راه مريض وعاوني عليه، راه كيبغي تكسا، كيبغي الدواء، كيبغي الحمام، كيبغي حسن، كيبغي حتى هو مريض مسكين، مرض نفساني وداك الشيء، عاوني عليه. كيقول لي شوفي سيري طلبي التويه، سيري طلبي التويه. هادشي قبل 14 عام، قبل ما يقطع الكلام معاكم. لا دابا من قريب، كيقولها لي، كيقول لي كيفاش من قريب؟ امتى اخر مره دويتي معاه؟ لا مابقاش كندوي معاه دابا من 14 عام، مابقاش هو في عنقي ولا مابقاش معايا ولا شيء. دابا كيقولها لي، كيقول لي سيري طلبي. يعني مابقاش كيجي عندك، ولكن انت واش باقا مرتو في الوراق؟ باقا مرتو في الوراق، وملي كيبغي يجيبها ويجي تما للدار وداك الشيء، كيقول لي الا ما قبلتيش كيهددني بالطلاق، وكيقول لي خوي، كيقول لي خوي من تما ما تبقايش تما، خوي من تما ما تبقايش في الدار ديال العروبيه، وكيهددني بالبيع، كيقول لي هذيك الدار تاهي غنبيعها، كيقول لي هذيك الدار تاهي غادي نبيعها، يعني ما تبقايش فيها. وانا هاد الدري فين غادي نلوحو؟ السي استاذ انا فين غادي نلوح هاد الدري؟ هذا بشعيب هو اللي مريض. دويلي على بشعيب، ماله؟ مريض مسكين، مرض دابا درك، هو كان مريض عيان داك الشيء، وشويه دابا شي سبعة سنين هذه باش مرض ليا مرض عقلي. دابا وليت كندي للسبيطار وداك الشيء، السبيطار ومتبع عليه الدواء، كيشرب دابا، سبعة الفانيدات في النهار، وكيشرب النقاط سبعة النقاط، كيشرب سبعين، في النهار، عشرين في الصباح، وعشرين في الغداء، وثلاثين في الليل، بالليل. اشني الكلمة اللي كتبغي تقولي لي انت على هاد العشرة اللي دوزتي مع 32 عام ديال الزواج، تزوج عليك بلا خبارك، مع انت ما عارفاش، من موراها هز المرأة ديالو مشى للدار البيضاء، خلاك وخلى لك سبعة تاع الأولاد، وفيهم شعيب اللي مريض عقلي وفي العقل ديالو. وضربت معاه تمارة، وكان كيجي كيبيع البقر، وأنا البقر كنت كنحضيه وكنت كندير، وكيحضي البقر والتيران حتى كيصحوا وكيديروا، كيجي يبيعهم وكيمشي، كيقول لي واقفة عليا الطريطة، واقفة عليا هادي، واقفة عليا، كنقول لي عسير عسير هز وسير. كيبيع التيران ويبيع البهيم، ما يخليش زمعة اللي جات قدامه يبيعها، اللي خاصته يجي قدام الدار. ملي توقف، معاه، وانا جيت ما لقيت عنده والو، لقيت عنده على الحصير، صافي. لقيت معاه تدار لاباس، تاخذ الكاميو على قصتي انا، خذ الكاميو فاش تلاقى معاه هي صافي. لاحني انا، ما بقاش، كي باش عرفتي انت بلي كتب ليها كل شيء؟ قلتي كتب ليها الدار وكتب ليها؟ كتب لها هي، كتقول لي، يا امك راه دوز لي الدار في سميتي، والمحل دوزوا لي انا وبنتي. انت قالت لك هادشي؟ من قريب، واش قريب؟ شحال من عام؟ قالت لي، لا عيطت لي من هاد الايامات، عيطت لي وقالت لي المهم الدار في سميتي، والمحل راه في سميتي انا وبنتي، والطوموبيل هاي شراها لولدي ب 10 المليون، ولدونيت عنده الطوموبيل، قد هذا. وانا تمحنت معاه وجريت معاه وطيحت صحتي وطيحت جهدي، وما خليتش معاه من 78 وانا كنجري معاه، ما خليتش على جهدي، وكدير واحد النيه، ما نكذبش عليك السي يوسف، كدير واحد النيه زعما، دير معاه واحد النيه بزاف بزاف بزاف، وما دارش مع ديك النيه بزاف ديك النيه اللي كديرها معاه، ديك النيه، وخوا بيا ما بقى يجي للعياد، ما بقى يصرف على عليا وعلى ولده، ما بقاش زعما شغنقول لك، هذاك السيد زعما تكرفص عليا بزاف، وحقرني بزاف، حقرني، حنت ما عنديش الكتاف وما عنديش والدي، وخداني يتيمة، وحقرني بزاف، حقرني بزاف، ما خلاش، زعما والو، ما دار لي حقش، والو، حقرني داك السيد، حقرني بزاف. واللي كنقول ليه زعما علاش قطع المصروفات عليا وعلى ولدي، قطع عليا المصروفات وخلى لي، الدري، مريض في عنقي، ومحني ومرتني، ما حيلتي هنا، ما نكذبش عليك، مرتني بزاف وطيح لي جهدي، وما خلي، واخا ربي، انا معاك، ما عندي ما نقول لك. مشاهدينا الكرام، غنشوف مجموعه من النقاط اخرى في الملف مع الابنه ديالو اللي تاهي كبرات وتزوجات، عندها وليدات. توري ياك سمعتي الام ديالك، تفضلي.
السلام. سلام خويا يوسف، بخير، شكرا على الاستضافه. الام ديالي مسكينه كما قالت لك تزوجت بالاب ديالي في 1978، ودابا الوالده داكشي اللي كيبكي فيه هو انها صبرات وعانات وعاشت في العروبيه وجات لقاتو ما عنده والو، يعني واحد الانسان ملي دار الفلوس وتمكن وداكشي مشيتي تزوجتي، ملي تزوجتي ما كاين باس. دابا الوالده عندي علاش كتبكي ومسكينه وكتعاني في صمت، انك شاف داك الانسان انه وقفات معاه وضربت معاه تماره وجلسات مع عمو، وكان كيمشي يخدم في الكاميو وكان كريسون، كان ما عنده حتى شي حاجه. مني وقف ودرتي كاميو وتمكنتي ودرتي الدار وداكشي، مشيتي تزوجتي بواحد الانسان واحد اخرى ودرتي حياه واحد اخرى، ولدتي وجوج ولاد معاها، ما كاين باس. ولكن عدل، دير العدل بين هاد العيالات بجوج. راه كيف يقولوا الناس يعني شرع طربعه ماشي مشكل، اي ولكن ما فيها باس انك تعدل بين جوج عيالات. حتى حنا كنتمنوا كنقولوا علاش حنا ما كنتلاقاوش مع الاب ديالنا، ما تنديروش مع صله الرحم. حنا واخا مزوجين واخا عندنا وليدات، راه كنحتاجوا الاخ يوسف اننا نتلاقاو مع الاب ديالنا، حتى حنا نتلاقاو ما في عيد في عواشر هكا ما فيها باس. يعني كاع المرأة ديالو والبنت ديالو تيقول لك لا انتم وصلتوا لواحد السن اللي ما خصكمش تبقاو تسولوا على بواكم. علاش؟ راه واخا نديروا 100 عام حنا باغيين بوانا نتلاقاو معاه، مادام هو بالحياه راه غادي نتلاقاو مع الاب ديالنا. انتم ما حاولتوش تواصلوا معاه اللي تبارك الله كبرتوا؟ نحيدوا الاستثناء حنا البشعيب اللي عارفينه عنده مرض عقلي. انتم يعني خمسه ديال البنات وكاين جوج الاولاد، نقولوا ولد اللي تا هو معاكم الحمد لله بصحته، ما حاولتوش تواصلوا معاه ديروا صله الرحيم؟ كنحاولوا نتواصلوا ولكن هو كيرفض، هو ما باغيش انه يتلاقى معنا، لا معانا لا مع ولادنا لا مع بوشعيب لا مع الوالده ديالي. نافي انه هو تيقول لك انا ما كرهتش كون متو، ما كرهتش. انا قال لك كون كنتو صغار كون حيتكم الدنيا ما تبقاوش. انا ندمت للنهار اللي ولدتكم وحطيتو في الدنيا معايا بحال هكا بهذا الاسلوب. الا كذبت عليه ما يسمحش ليا، يقول لك انا ندمت على النهار اللي ولدتكم وكنتو ولادي. يعني واش كاين شي اب يقول لولادو هكا؟ زائد انه حنا ولينا كنقولوا ماشي مشكل، غير هو عنده واحد الابن مريض ومرض عقلي، والناس كلها والعائله كلشي كيعرفوا ان بوشعيب مريض وكيعاني من المرض ديالو. فاش كي نوض الاخ يوسف، راه ما نقولش لك، راه غير مؤخرا كارثه كانت غتوقع في الدار، كان غيضربنا كان غيتكرفص علينا، المهم هربنا للزنقه. هاد السيد ما فيها باس، كيف كيقولوا كيف كتقول بنته ومرته با راه ميسور، راه دار لخويا الطوموبيل، راه شرى لينا، راه دار لينا. هاد السيد ما فيها باس انك مره تلتفت ليه، واخا غير بدوا واخا غير بشي كسيوه، ما فيها عيب اخويا يوسف. شحال دابا ما شتيش باك؟ انا باش ما شفتوش اخر مره شفتو فيها 4 سنين، دابا 2019 باش ما شفتوش. فين شتي انت امك ما شفتوش 14 عام؟ انت قلتي شتي 4 سنين، كيفاش شنو اللقاء، كيفاش كان اللقاء ديالك بيه؟ اللقاء ديالي كان جي عندي عند ناسي، جا عندي وكان كيجي عندي، كنت كنستقبلو عند ناسي، عيط ليا في التليفون يقول لي انا غادي نجي عندك، مرتي راه جايه معايا، بنتي راه جايه معايا، كنستقبلو عادي، بالرغم ان الوالده عندي ما كانتش كتبغي يجي عندي، كتقول لي كتشوفوا باكم انه واش داير معانا، كنقول انا ماشي مشكل صافي خليوا هذاك با وهذه امي ما نحقدوش، فهمتي خويا يوسف؟ كنقول صافي عيط ليا با قال لي غادي نجي، يقول لي ديري كسكسو وديري هذه مرتي جايه معايا، كنستقبلو. كنقول هذا المجيال اللي كيجي عندك بالمقارنه مع الوقيته اللي تيقول لكم كون هامتو وهذا وهذا، يعني مادام كيجي عندك الا وحسن النيه غادي تجبدي انت ويا الموضوع، غادي يعرف خوك مريض، النقاش ديالك معاه باش كيخرج اش كيقول لك؟ كيقول لك انا امك بيني وبين دابا حاليا امك بيني وبين الاخر احسن امك. انا بهذا اللفظ هذا انا ما غنكذبش، كيقول لك انا ندمت على تزوجت بها. المهم هو عنده واحد الكره الشديد من جهه امي، شنو هو الله اعلم، ودابا زاد كمل بالكره. علاش ما طلقهاش من عنده هذا الكره؟ هذا هو المشكل. علاش ما قلتوش؟ قلناها ليه، قال لك اللي بغات تطلق تطلق راسها. هذا هو اللي كاين اخويا يوسف. ومشكل انه اخ ديالي كيشد بعض المرات كيدير نمره جديده، كيصوني لي غير مؤخرا صوني لي، كيقول لي با صيفط لي مثلا باش نشري الدواء، صيفط لي هذا، تيقول لي تيخدم على راسك، تيخدم على راسك ماشي باك انا. حنا قالها لينا، قال لي ماشي بناتي انتوما ماشي بناتي، تقلبوا على باكم. ولكن هذا الكلام اللي كتقول لي بالمقارنه، قلت لك كيجي عندك تال الدار وكيتفكركم وكي عندي ما عند ناسي مده دابا 4 سنين ما بقيناش تواصلنا معاه. انا كندوي لك على 14 عام لان امي 14 عام ما كانش بينه وبينه شي لقاء. حنا كنا كنتلاقاو معاه مثلا في شي مناسبه شي موته كنقولوا سلموا عليه عادي يعني ربانا. كيجي لعندكم في المناسبات ولكن ما تيعاونكم ما كيعرفكم ما والو نهائيا. حنا دابا ما بغينا منه والو، بغينا يلتزم الوضع المادي ديالو. هو وبخير عنده رزقه، الرزق ديالو عنده بخير. انا كون ما كنتش عارفه بخير ما غنقولش ما فيها باس يدير التفاته لهاد الدري هذا. انا بغيت والله يا خويا يوسف. شنو كيدير في الخدمه هو؟ عنده كيبيع ويشري في الطوموبيلات، عنده كاميو ديالو، كنخدم في شركه، عنده غوتخيت ديالو، المهم بخير لاباس عليه. بالنسبه للحاله الماديه ديالو راه لاباس عليه. انا قلت يدير التفاته لهاد الدري هذا حيت ما فيها باس، راه ولده
ومن دمه ومن لحمه ما فيها عيب انه يدير واحد التفاته حيت اليوم دنيا وغدا اخره. حنا ما بغينا منه حتى شي حاجه، حنا والله ما بغينا منه شي حاجه. وتا الام ديالك تقولها خلي من الله، داكشي ذنوبه مقسموه اخويا يوسف. انا هادشي اللي غنقول، ذنوبه مقسموه بعضياتهم. اختي شكرا لك مشاهدينا الكرام اللي تنور راي العام اكثر في الموضوع. غادي نحاول ما امكن نشوف مع بشعيب اللي كما صرحت الاخت والام ديالو عنده مرض عقلي، وفي نفس الوقت دائما السر بين الزوج والزوجة لا يعلمه إلا الله عز وجل. أسباب مسببات القضية كما مروى، كما الطرف الثاني ممكن تكون له وجهة نظر أخرى. مش عيب، لاباس لاباس لاباس. اش كدير؟ بارك كتخدم شوية كتحرك، شنو كدير؟ أبارك أبارك أبارك. كدير مع الصحيحة مزيان؟ شوية شوية دعنا حد دار. مال الدار مالو كيضرك؟ صافي دعنا دار. كاين شي حاجه بغيت تقولها للاب ديالك يسمعها من عندنا؟ ما عندناش. عادك ما نقول عندك ما تقول لي. ملي كيقول لك سميتو قولي لنا. ملي كيقول لي كيقول لي صيفط لي الفلوس باش ناخذ الدواء، يقول لي سير طلب، سير طلب ولا سير تخدم على كتافك. هو راه ما كيخدمش، كيضل ناعس. ملي كيشرب الدواء كيناعس. دابا الصباح جيتو بزز بزز باش فيقتو، باش فيقتو باش عطيتو الدواء. الله يفرج عليك يا ربي اختي، شكرا لك بشعيب، الله يعطيك صحيحتك. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا في الموضوع هو قصة للعبرة من جهة، وفي نفس الوقت رسالة للزوج بطريقة ليقة بدون مشادات بدون تصدع. تنطلب الله سبحانه وتعالى يا ربي تحاول ما أمكن، الدنيا فايتة إلا قدرتي تصلح بين هاد الوليدات وتشوفهم زيارات الرحيم وفق المستطاع، سواء كان الوضع ديالك المادي ميسور أم العكس. ولكن الأهم في الموضوع هو هاد الوليدات يحسوا بالأب ديالهم كيشوفوه، وفي نفس الوقت الرأفة لبهاد الزوجة ما تنساش أنه هي الزوجة الأولى. 32 سنة لك الحق ما تناوت ولا ترباع، يعني شريطة أن تعدل بينهن هذه أمور ديال الدين ما غاديش تعمق فيها، ولكن العدل بين الأطراف. مشاهدينا الكرام، الخيط الأبيض اللي كنتمنى يشوفه هذا الزوج أنك تحاول ما أمكن تصلح الأمور من هذا التصريح اللي أعطتنا الأم، من هذه الرسالة بواحد الصدر يكون رحب وتشوف هذه الوليدات وبالأخص الأم والوضع الصحي ديال بشعيب. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.